نشكر جلالة الملك نصره الله، والحمد لله على كل حال. ضروري نفرح ان شاء الله، ضروري فرحانين ان شاء الله بهذا البني الجديد. وشحال من حاجه، شحال من حاجه مشات لنا، شحال من مجال مهم. المهم كل شيء خلف الله سبحانه وتعالى، وهذا الشيء اللي درنا جلالة الملك هذا الترجي دار احسن 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 حاجه. فرحانين بمعنى الكلمه. الله يخلي لنا الملك ديالنا، الله يجازيه بخير. راه ما درنا هاد الدار تعطينا سيدنا هاد البركه هادي، وهاديك الاولى راه فيها غير الحديد ديال 8 ولا 10، هذاك الشيء اللي كاين. وهادي نعم سيدي راه فيها الحديد ديال 12 ولا 10 و6، والبودريت ديال الوسط فيهم 8 ديال القطبان ديال 12، 8 القطبان ديال 12 اللي كاين في البودريت ديال الوسط 4، والاخر فيه 12 كل بودره فيها 12 ديال الحديد. ما نبنيهاش انا بوحدي، كل ما سيدنا والحكومه راه ما غنبنيوهاش، انا ما قدرت نبنيها. وكاين الحديد ديال 14 وديال 12 والسيمه ديال 1600 ريال، وغير الجير ولا تبدلكوا ب 1000 ريال، للخمسه. والطرب دروكا كنشريوه، كنشد الخندق قدام، هو موجود مهم. وكاين هاد المغسوليه وهاد الغرافيت، حتى هو راه كاين ب 30000 ريال الفياج. الحاجه اللي سيدنا الله ينصره هو اللي ساهم بها وعطاها لنا، راه غنفرحانين به ولا بد نفرحوا بها. والقضيه ديال السكن الحمد لله راه بخير، السكن راه مزيان صحيح. السكن راه ديال السكنه، ماشي السكن ديال دابا. راه السكن ديال دابا راه تبنى بالهندسه والمسائل، وماشي بحال السكن اللي كان اللي بنيناه عشوائيا. هذا راه صحيح. والديور دابا راه انتم شفتوهم راه مزيان، كلشي خدام مزيان، كلشي الناس هنا في ويركان راه الحمد لله غاديين مزيان، كلشي خدام. قربنا نكملوا، وباقي الامان، باقي واحد شهر ولا شهرين باش نكملوا هذا الشيء، باش نكملوا هذا الشيء. وزايدون الله يجزاك بخير، هذا الشيء 8 شوتان بير. كاين الزنزال وحفظنا الله تبارك وتعالى، انا والمراه وزيد الله الحمد لله تعافينا، وجاب الله الحمد لله جاب الله الحكومه جات صورتنا، وكاين مهندسين الحمد لله، وكاين سيد العامل الحمد لله، وسيد سعادة القايد. بالنسبه للدعم الحمد لله توصلنا به، والحمد لله انا دابا هذا البني احسن من القديم، احسن من البني العشوائي. الحمد لله دابا الدار مبرده والدار مفرشه، وشويه بشويه راه قازيه بخير وعلى خير الحمد لله.